محافظة الخليل تحتضن هذه الفعالية الوطنية بإطلاق كتاب القديس والخطيئة للأسير القائد خليل أبو عرام، الذي يحاول فيه إعادة الاعتبار للحركة الوطنية الأسيرة التي كانت هي أهم رافد من روافد العمل الوطني للقضية الفلسطينية منذ عام 67 لليوم. الحركة الوطنية الأسيرة في الفترة الأخيرة تعرضت لهزات كثيرة نتيجة الانقسام، يحاول في هذا الكتاب قدر الإمكان إعادة الاعتبار لهذه الحركة التي قدمت الشهداء والأسرى على مدار السنوات الطوال. هناك مناضلين حقيقيين حاولوا تبديل السلاح الذي كان يواجه تلك المنظومة الاحتلالية بسلاح آخر داخل السجون، وهو القلم. نعم، هو القلم. الآن هناك عديد من الأسرى، هناك الأسرى راتب حربات، هناك الأسير خليل أبو عرام والعديد من الأسرى ومروان البرقوتي على رأسهم، يخطون بأقلامهم كتبا تخرج من داخل تلك المعتقلات إلى أيدينا. يعني نرى فيها كم الفكر الثوري الذي يعني يختزن في داخل عقولهم، ونحن دائما نفتخر بهذه المنظومة داخل الحركة الأسيرة. هذا إنتاج إحدى قلاع الثورة الفلسطينية داخل سجون الاحتلال، بما يؤشر على أن أسرانا البواسل هم في قمة عطائهم رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشونها، إلى أنهم يعيشون حالة العطاء حتى الأدبي والثوري والنضالي ضمن هذه الكتب التي نحتفل اليوم بإحداها، الأخ القائد الأسير خليل أبو عرام في إصدار كتابه اليوم القديس والخطيئة. ونقول في هذا اليوم أننا نعتز بهؤلاء الأسرى، نرجو لهم الفرج القريب والعاجل، ونعاهدهم أن تبقى قضيتهم هي الأولى دائما وأبدا على رأس أولويات أبناء شعبنا، ونحييهم على كل هذا العطاء، ونقول لهم رغم كل هذه الظروف أثبتتم إلى أنكم فعلا في رأس الحربة دائما وأبدا في النضال الفلسطيني رغم كل الصعوبات. الكتاب القديس والخطيئة للقائد خليل أبو عرام هذا اليوم يسلط الضوء بتفاصيل عميقة على واقع الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، الواقع التنظيمي وواقع دوافع بعض الفرقة وأسبابها، القيادة داخل السجون وواقع السجون وكيفية تحسين الأداء لكافة التنظيمات وعلى رأسها حركة فتح من أجل أن يضع الأصبع على الجرح بشكل جيد. وهذا بجزئيه، هذا الكتاب بجزئيه، يعني سلط بكل التفاصيل التي تخص واقع الحركة الأسيرة تحسينها. كتاب ناجح بامتياز، هنيئا للأخ خليل أبو عرام، وإن شاء الله له الحرية القريبة، يستحق القراءة ويستحق أن يكتب بمثل ما كتب.